مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء باردة، وصلت درجة الحرارة في عمان ل 12 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء شديدة البرودة، رح تسجل درجات الحرارة في عمان 4 درجات، نسبة الرطوبة رح تكون 87%. غدا نهارا رح تكون الأجواء لطيفة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان خلال ساعات النهار 14، بالليل رح تنخفض ل5 درجات. يوم الاثنين والثلاثاء رح يكون في ارتفاع متتالي على درجات الحرارة، رح تسجل درجات الحرارة نهارا 19، بالليل رح تنخفض ل7 درجات، ورح تكون الأجواء باردة وضبابية. رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية. جرش 5 درجات، غدا 13، إربد 6 مع احتمالية هطول الأمطار، غدا 12، عجلون 4 درجات، وغدا 11. المفرق هاي الليلة 5 درجات، غدا 13، الزرقاء 6 درجات، وغدا 14، وأجواء باردة نسبيا هاي الليلة. مطار ملك علياء 5 درجات، غدا 13، السلط 4 درجات، غدا 11، مدبا 5 درجات، وغدا 12، وأجواء غائمة. البحر الميت 13 هاي الليلة، غدا 20، الكرك أجواء باردة وماطرة 4 درجات، غدا 11، الطفيلة 4 درجات، وغدا 11. معان 4 درجات، أجواء شديدة البرودة، غدا 13، أجواء باردة نسبيا، العقبة 13، وغدا 23، وأجواء مشمسة. رويشت 5 درجات، وغدا 17، وأجواء غائمة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح يكون طقس بارد نسبيا مع ساعات الليل، رح يكون في ارتفاع على درجات الحرارة ابتداء من يوم غدا الاثنين، وأجواء لطيفة نهارا في أغلب مناطق المملكة. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم. عودة إليك محمد. شكرا جود.